إسقاط وثيقة عدم الخضوع للضريبة من ملف المنحة الجامعية إجراء يراه كثيرون من زاوية أنه يمنح حقا فقده الكثير من الطلبة، لكن يبقى الرفع من قيمة المنحة مطلبا رئيسا للطلبة ينتظر تحقيق. محتاج سي امبوسيبل واحد يكون عنده دراهم باش يدير على 4000 دينار، وزيد هذيك الشهادة دوموندي الحاج يديها ثلاثة، تما كان فيها تعرقيل كبير وكان فيها واحد المشاكل. خاصة ديبون هذا الطالب تروح ركبة ولا ماكلة حتى هنايا، راك فاهم، وكل واحد لبسة راك فاهمني، وكاين اللي يبوه ماشي قاد، كاين اللي حامد ربي وكاع. شفتوا هذوك لي زانتر مساكين هذوك فريم مغبونين هنايا و 400 امبوسيبل تقاد ليتيديون في 3 موا ولا في 4 موا. ديجا هاد الخطرة ديجا راهم دايرين لهم نورمالمون روطار تاع لابورس، كاين بني ادم فريمون يسحقوا هذيك لابورس راهم دايرين لهم روطار. قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء بعد جملة من التظلمات المرفوعة من المنظمات الطلابية بحكم عدم مشروعية منع الطالب من حقه في المنحة على أساس مديونية والديه للضرائب. لذا نحن نثمن هذا القرار، وهو أصلا يعني ملف المنحة يعني ملف ثقيل وكبير وراح يضيع الوقت الطالب، خاصة عدم خضوع للضريبة المنحة هذه تكون يعني اكثر مبلغ باش طالب يعاون روحه، لان متطلبات الحياه تبدلت وكل شيء غالي، والطالب الجامعي مسكين ما يقدر يدير والو بهذا المبلغ الرمزي. الغاء وثيقه عدم الخضوع للضريبه سيوسع من دائره المستفيدين من المنحه، وسيقضي على عده مشاكل بيروقراطيه كان يواجهها الطالب الجامعي. وبالطبع عند الغاء هذا القرار سوف يساعد كثير من الطلبه في الاستفاده من المنح، لأن المشكل يكون دائما في شهادة عدم الخضوع للضريبة الأبوين والطالب. غادي يسهل عملية التسجيل والتقليص من الإجراءات الإدارية، وسوف يمكن معظم الطلبة من الاستفادة من هذه المنحة. تذليل للعقبات البيروقراطية للحصول على المنحة الجامعية، لكن الجدل يبقى في الشق المتعلق بفتح المجال أمام الجميع دون استثناء، فحتى أبناء الميسورين تكون من حقهم أيضا دون أن يذهب الدعم إلى مستحقيه الفعليين.